نبلش. نعم اي نعم راح نبلش. اي ناس عبالكم هذا ما اريد القلم، هذا عندكم الكيت مال الحديد، هذه المعلومات الموجوده بهذا الجدول لازم كلها تدخل وين؟ بالجهاز. ليش؟ لان هذا جهاز سيمي اوتوميتد ما ندري شلون راح يعطيني نتيجه نهائيه، لازم تدخلي له طول موجي، نوع التفاعل، درجه الحراره، هاي كل هالامور. طبعا هذه النافذه اللي هي انفتحت امامكم مال الجهاز، طبعا انا قبل شارح عليها بكل تفاصيلها. اكو عندكم اهم مكانين اللي هو التيست والباراميتر، اول اثنين. التيست خانه الفحوصات، بس شنو هاي خانه الفحوصات؟ اللي انتم عرفتها وكامله ستاند باي قبل تجين تشتغلين، اوكي. الباراميتر لا، انت هنا راح تطبين على السيستم مال الجهاز وتدخلين يعني معلومات، او تحذفين معلومات او تعدلين معلومات، كيف انت شو تريدين. فراح ندخل على الباراميتر، اوكي. خلينا نشوف اكو كيت مال حديد موجود، اي بقى هذه البارامترات موجوده هنا. نعم خلينا نشوف اكو فحص حديد، اي طبعا انا اريده يكون بالفيديو واضح. ما الى الان ما ادري عمليه لايبيز يوريا كريات كالسيوم البومين ال دي اتش كلورايد توتر بروتين يوريا ماكو حديد زنك بوتاسيوم كالسيوم ايرون بايو سيستم. اني كاتبه هذا، هذا غير شركه ما اريده، اني عندي اقابي. شلون راح ادخل معلومات؟ اولا راح اجي اسوي اضافه، مين ضغطت على ادل اضافه، راح اجي بعد هو هنا مطيني معلومات عامه. هاي المعلومات طبعا ولا انا ما دا سيطر، اي ليش؟ لان لازم اني اكتب، بس لازم الكتابه تكون واضحه. هذه بالبدايه عندكم اسم الفحص، اضغط عليه من هنا تمسح، من هنا راح تجي تكتب، اكتب ايرون، اريد كابيتال، اها اي ار او ان، احط فراغ مثلا اقابي حتى تعرفه، حتى لازم تميزه اذا عندك اكثر من شركه بالجهاز. اقابي اوكي تمام، وراها انحفظ الاسم تمام. باوع هنا يقول لك رياكشن تايب، هذه هي، هذه انا هسه هذه خطوه خطوه شلون هي ندخل معلومات. نوع الرياكشن منين راح اجيبها؟ رياكشن تايب موجوده هنا. الرياكشن تضغط على السهم يقول لك اند بوينت كاينتيك ابزوربنس، انا ايش عندي؟ اند بوينت اول وحده بالجدول فابقيها اند بوينت. الطول الموجي، يا طول موجي بعض الجهاز طبعا الى بي 8 اطوال موجيه ثابته، 8 اطوال موجيه. انا طول الموجي مالتي 630 مو؟ اي وين هي 630؟ اقرب واحد هو هذا 630، نعم. هذه بقوها 6 ب 6 ثواني. وحدة القياس اليونت، اي يونت احنا عندنا؟ اي وحدة القياس شلون تعرفوها؟ بيا وحدة قياس اياتها هاي مايكرو غرام، ملي مايكرو، مايكرو ملي مول، بس هي وحدة القياس اللي مطيني اياها بالمايكرو غرام. شوف هنا الوحدات الموجودة، ملي غرام وحدة دولية، ملي غرام على بير ديسيليتر. طبعا انا ايش عندي؟ عندي مايكرو غرام على الديسيليتر مو؟ وراها شو تاخذين؟ طبعا هنا الفول نيم الاسم الكامل، الدايركشن منين تجيبي؟ الدايركشن شو اقصد بيه؟ انكريز ديكريز، من هنا هذا انكريز ابقي انكريز. الكميه اللي يسحبها الجهاز 500 مايكروليتر يعني نص مول. الحراره 30 مو من جيبي، من الكت يقول لك 30 اوكي. هنا عندك ديسمول اي 1.01، هذه على اساس اختارها؟ النورمال رينج مال الفحص مالي
ما دام رقم صحيح فتختار واحد. النورمال رينج مال الفحص لو بي بوينتات تختار واحد، لا مو منا من هنا تختار 0.1. اذا النورمال رينج مال الفحص مالي بي بوينتات تختار 0.1. اذا النورمال رينج مالتي ارقام صحيحه تبقي على الواحد. اوكي هذه الخانه صارت تمام لهنا. هذه واحد ليش؟ لان النورمال رينج مالتنا كلها ارقام صحيحه 59 158. بي بوينت ما دام ما بي بوينت تختارين واحد. اذا بي بوينت مثلا 18.1 الرينج فتختارين 0.1. وهذا هو مو شغلي، هذا المهندسين طبعا مال الشركه افضل. مين راح دخلت الستاندر؟ لا مين راح ادخل ستاندر؟ اصور منا الكال باعي اس 1 ايش قد اضغط عليه هنا لازم تكتبين الرقم. امسح هاي الاصفاره كلها 200 0 2 0 0. منين جبت ال 200 او تو قريتو اصلا اللي 200 وين هال 200 هذه الستاندر كونسنتريشن. هسه تمام اعطي شنو سي. شوف ايش تغير هنا ايرون جي، ولو هو مو جي هو اجابي المفروض اي يا لا هذا هو. اوكي هسه ايش راح اسوي؟ اريد اشتغل ريتيرن عوده حفظه باعوا اطبع التيست. هسه اريد اشتغل بس ملاحظه ركزوا وياي، منين اختار نوع الفحص من هذا السهم؟ شوفوا لي وين الايرون حرف جي كابيتال، ماكو هنا أنا. اطمئنوا يصير اخر واحد حتى لا تتعبون نفسكم، لان هو اخر واحد لان هسه احنا ضفناه مو ولا هياته تختاره. اوكي شوفوا هاي الملاحظه كت جديد ما مسوي له ستاندر ابد. هنا يقول لك شنو اي فشل وين اي. هنا طبعا اكو بالتعريف عندنا نقص أي. طبعا الحراره دي ينزل نقص اكو اي. نرجع باراميتر على السريع، ما حددنا نوع الريجنت مال التصفير. وين الايرون اخر واحد؟ طبوا عليه. اكو عندكم الريجنت، ريجنت بلانك يعني تصفر على الماده نفسها. معظم العراقيين شو يسوون؟ يلغيها يعني ما تصفر على الماده. ليش يصير صرفيات عندك هوايه؟ اعطي حفظ ريتيرن عوده بسرعه كويكلي يلا عين الجهاز يلا اي عافيه اجي على مال ولو تنزل اي تمام. هسه ايش راح اسوي؟ شوف ايش ناش كاتب لك الحراره معناها اب نورمال. ليش لازم الحراره تستقر على 30؟ لان الفحص عندي بحراره 30. هسه شو تسوون؟ ما تقدر تمشي المراجع، تسوي شنو؟ تصفر الجهاز على الوتر على الماء، تسوي له ستاندر، يلا تسوي له سامبل. ليش؟ لان كت جديد بعد ما قارن الستاندر. ليش؟ لان هذا الجهاز اذا تمشي له سامبل المفروض يعطيك نتيجه، وانت كت جديد وانت ما مدخل له ستاندر. احنا دخل التركيز الستاندر مو امتصاصيته، فلازم تدخل هسه ستاندر اللي هو 1000 مايكروليتر ب 40 مايكروليتر 10 دقائق وتقرا وراها يلا تمشي مع المراجعين. هذه الكيت من تعرفه اول مره هاي الخطوه ثابته قالت اوكي اقطع. طبعا هسه هو انا صفرته على الوتر بلانك، بعدين تجون على هذا كيت جديد. لازم بالبدايه الستاندر قبل السامبل، الستاندر بالجهاز مال مندري هو الكالبريت، فهنا امشي له كالبريت اللي هو الستاندر، بعدين يعطيني نتيجه الامتصاصيه مال الستاندر، بعدين امشي له سامبل. اوكي لان كت جديد اول ما تعرفون الكت لازم امشي له ستاندر يلا السامبل. يوتيوب بالبرو سويت واحد جديد. اوكي داخلي بالبروب، هاي ضغطة واحدة ما راح تشيلين ايدك لحد ما هو يعطي الصفارة يقول لك هذا وسحبت. اشيل ايدي، اذا شلتوا ايدكم والجهاز بعد ما مكمل سحب راح تطلع نتيجة غلط. وراها تروحين هنا
حتى تنتظرين النتيجة ما تج. النتيجة 200 مثل تركيز الستاندر طلع لي. أقول لك تريدين تحفظيها؟ أقول له أوكي. هسه تم عند الشغل اتعرف على الستاندر، وراها تشتغلين سامبل. هسه وراها انتوا راح تمشون العينات مالتكم. اوكي؟ هاي بس وبين... مجرد انه قرار. نعم، بين كل عينه وعينه تسوون واش. شلون راح تسوون واش؟ هسه ايضا نعلمكم على الجهاز. شلون تسوين واش؟ الواش انه تحطين هنا مي مقطر من هنا بهذا اليوتيوب باعوه. هسه انا خليني اسوي لكم واش. مو تحطين المي هنا ما راح تضغطين هاي. اذا ضغطتي هذه راح يقرا يعتبر عينه. فش تضغطين الواش؟ راح تضغطيها من الشاشه اللي هي هذه. فراح اضغط واش، باع شلون راح يسحب مي. شو وقت اشيل ايدي من يطين الصفاره؟ هذا هو. ما له داعي. هذا الواش لازم بين فحص واخر يفضل واش حتى النتيجه تكون اكثر دقه. اوكي؟ دوسي هذا.